دعني ارحب بالشاعر الكبير والقدير سفر الدغيلبي. اسعد الله مساك بكل خير يا ابو سعد. الله يمشيك بالنور والسرور يا ابو نايف. يا هلا وسهلا، متشرفين فيك طال عمرك. المهلي ما يولي. ضيفنا لهذا المساء زميلك الشاعر محمد العازمي، وكان يشيد بمكتب القصير. وانا اسال سؤال دائما، اقول انه في شعراء، وكررت عليه السؤال هذا كثير في الحلقة صراحة، أنه في شعراء ينتمون لمكتب القصير وقريبين جدا من مكتب القصير، وقد يكونوا معروفين ومكشوفين في الساحة. هل توافقني الرأي في أنه في مجموعة قريبين من مكتب القصير وأصبحوا يعني محسوبين على مكتب القصير؟ كل الشعار اللي الحسوبين من مكتب القصير، مكتب القصير اساس المحاوره وركنه. لكن ما هو بشعار معينين، كل الشعار قد عاملوا مكتب القصير الحي والميت. طيب، لكن في الشعراء يقولون لا، احنا ما محسوبين على مكتب القصير، احنا شعراء مستقلين ولنا. ما هو بمحسوبين على مكتب القصير، انهم يعني ما يجي شاعر لين يمر مكتب القصير، لكن مكتب القصير اقدم من شعار الساحه الموجودين كلهم. طيب، قدم مكتب القصير ما يعني انه هو مثل ما ذكرت، تقول الشعراء المحسوبين كلهم ينتمون لمكتب القصير، في شعراء موجودين في الساحه ولهم اسمائهم ما مروا على مكتب القصير الا اذا كان دعوه بنوا هم انفسهم بعيد. هو بنتما هم بعيال اللي يصير ولا فريق مربيهم مكتب القصير. ما نقول عيال، احنا نقول فريق. كل ما هو فريق، كل شاعر من شعار المحاورة الحي والميت قد انعزم عن طريق مكتب القصير وتعاون عن طريق مكتب القصير، كل أبوه هذا الناجح والصاحي والمجنون. طيب، كيف تعلق على من يقول أنه الآن فيه شعراء مكتب القصير يطلب منهم المجموعة هذه من الشعراء لا تجونهم، والمجموعة هذه لا تلعبون معهم، وفلان لا تلعبون معه، خلوكم عندنا. ما هو صحيح. القصير ما يتحكم في الناس ولا مع عصا يضرب بها الشعار. طيب، يعاملون الرياجيل ويلقون الوفاء والعملة الوافية والجداول الكاملة. ومن عامل قلت أنا في اللقاء السابق وعيدها الحين، من عامل مكتب القصير عاف غيري. طيب، السفر أوحيك، وش رايك في شاعرنا المتواجد اليوم محمد العازمي؟ وش تتوقع له في المستقبل؟ هل سيكون مثل شعراء كثير اللي نعرفهم بدأوا بجماهيريه وبعدين راحوا ولا يبي يصير ان شاء الله اطيب من الشعراء اللي عرفهم؟ محمد رجال وشاعر كل الثنتين. ما عليك زود يا ابو سعد. نعم. والله ما علي، يعني ما هو علشان محمد يسمعني، محمد شاعر وحماسي ويحيى الحفلة والحون زانة وطلب جماهيري، شاعر متكامل والكامل وجه الله. ما عليك زود يا أبو سعد. محمد شاعر ما عليه لا من كلامي ولا من كلام غيري. طيب أبو سعد، كنا نتحدث قبل اتصالك عن التجديد في المحاورة، وأنت كان لك فكرة وقدمتها لساحات المحاورة، الآن بعدما وضعتها بين أيدي الشعراء كيف تقيمها وما مدى رضا الشعراء وساحة المحاورة عنها؟ شوف يا أبو نايف، سم الفكرة اللي قدمتها نص ساعة في قصر من قصور الطائف. نعم. وقلبت ساحة المحاورة مثل ما تشوف، كلني يهرج فيها، لا إعلام ولا جمهور ولا شعار. نعم. ومحمد من الشاهدين الدارين ان جميع معاني الشعار في الصيفيه اللي طافت عليها. نعم. الكبار والصغار. وانا اشهد بقى. وهذه ما غير نص ساعه في قصر الذهبيه في الطايف. نعم. فهالحين الفكره نجحت بوصولها للناس. نعم. اما استمراريتها وامورها فمن بغى يستمر عليها، هي مطروحه للجميع، ومن بغى يخليها ما احنا مربوطين فيها. طيب. احنا شعار نبها وبدونها، لكن فكره ومحاوله تجديد وتغيير شيء في الساحه. نعم. وبلغنا، انا بالنسبه لي بلغت المقصود وازود. هل انت راضي عنها؟ انا راضي عن تفاعل الناس وعن وضعها في الساحه. طيب ابو سعد، نص ساعه قلبت الساحه الشعريه ست شهور. نعم، انا وافقك قلبت الساحه، لكن كل اللي انقلبوا عليك ضدك. يا انتقاد بانتقاد بانتقاد. انا ما يهمني ضد ولا، انا ماني بجابر احد، اللي ضدي ماني بجابر خاصمه بل مش عابي يغني. ولا اجبر الناس، ولا اجبر اصحاب الحفلات، ولا اجبر حتى نفسي. طيب،
طيب انت طرحتها وانتهت، اللي بيغنيها غنيها واللي بيخليها ما هي بنت ابونا. هل يضايقك انتقاد اغلبيه الشعراء لهذه الفكره؟ لا لا، مش فكره، نص ساعه لعبناها كاي، وحتى لو ينقدون وش يضايقني، ما علي منها. انا لهيب تبع لي الفكره ولا انا بتبع لها، ماني مربوط فيها مسيرتي فيها. طيب فكره تجديد، من اقنعتي يغني بها ومن يتركها يترك. طيب ابو سعد، انت قلت انا لعبت فيها، لعبت بها نص ساعه فقط. اي نعم. ليش ما دام انك مقتنع فيها، ليش ما لعبتها في ملاعب اخرى؟ ماني راح اجبر الناس اقول ما احضر الا بالفكره. اللي بيطبقها يطبقها، واللي بيخليها يخليها. هل طرحت على شاعر من زملائك الشعراء في ملعب اخرى وقلت حنلعب على هذه الفكره ورفض؟ لا، ما هو صحيح. اذا ما جاء الطلب من اصحاب الحفلات انفسهم، هم المتحكم وهم المقياس الاول والاخير، اذا ما جاء الطلب منهم ماني راح نغصب الناس اقول العبوا عليها. هل ستكرر اللعب عليها؟ ما عندي مانع، اللي يطلبوها اصحاب الحفلات ومعي زميل موافق ما عندي مشكله. طيب ايش فيها؟ الناس حصلوا عليها، يقولون طبول ودهو، الناس ترقص على الشيلات قبل المحاوره بنص ساعه ومستغربين دفن في سماعه، حتى بعضهم قال رفيح يجيبون طبولهم معهم. فرقه تدق طبولها، احنا ما عندنا فرقه ولا عندنا دق طبول. دف في سماعه تجربه، نجحت ونفشلت فشلت، ما علينا منها. بس انهم عجزوا يستصيغونها شعراء المحاور وجمهور المحاور. اللي عجز يستصيغها ما هو مجبور. ما هي مثل الشيلات شيله وبريته ويرقصون عليه، بس هذه في المحاور كيف؟ هي طعمها واحد، الطبل طعمها واحد، نبغى في شيله ونبغى في طبل في سماعه كله مثلها يعني. ما عاد في مثل يقول عي انا الحرمه وشرب مرقاتها. الشيلات يرقصون عليها وهذه يقولون حرام وفيها شبهات. اها. بعضهم جايها من جانب الدين وبعضها من جانب العرف، وبعضها يقول هذه دخيلة على المحاور. هالموال براسه دخيل على المحاور. هالموال دخيل. طيب صح ولا لا يا بندر؟ أنا ما أفتي. بعضهم يقول المحاورة قائمة على عناصر أساسية ما تغير، هي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاور. نعم. فنن يجوز التطوير فيه، وهذه تجربة نص ساعة لا قبلها ولا بعدها. نعم، الموال كان معروف أنه مجالسي وتم إضافته إلى المحاور. وهذه مثل الشيلات ودخلت وش فيه يعني؟ لا بقول لك شيء سفر. هي دخيل على دخيل، وش تجربة؟ يعني المحاورة قال الله وقال الرسول إلا أنها كذا؟ سفر، الموال في البداية كنا نذكر أنه، أو أنت تذكره أنا ما أذكره بس اسمه، أنه ما تقبله فيما بعد تقبلوه، لكن ممكن الفكره اذا ما تقبلوها بدايه يمكن فيما بعد تنجح. لا معلش، بس ما كان معلش. لا ابو سعد، بس اقاطعك، ما كان أوكي. الهجوم على الموال مثل هجومهم على فكرتك. لا جاء هجوم على الموال في وقت الموال، جاء عام يمكن عام 1412 ولا حدوده، ولا كان فيه ذاك الاعلام وذاك الجماهيريه اللي الان، وجاء هجوم عليه، وجاء ما يحتاج انت تدري بالشيء. نعم. ويا ضده، وكتبت الجرائد، هاك الحين ما في اعلام غير الجرائد والصحافه وكلها ضده، والفكره هذه كذلك. نعم. ونجحت تنجح وفشلت والله ما علي منها، والله ما لا هي بتمثل لي شيء. طيب نص ساعه في قصر من قصور الطائف قلب الدنيا، هذه اللي تشوف هذا دليل النجاح، انها وصلت الى البعيد والقريب. طيب عاد تستمر ما تستمر هذا بكيف الناس. خلال الست شهور الماضيه كل زملائك الشعراء شنوا عليك هجوم، ما يلعبون طاروقهم، سواء انت معهم لعبت انت قدام الشاعر ما له معنى الا فكرتك. ما شوف، ما نشف ريقك من هالهجوم هذا كله يا ابو نايف. وضعها معنى بين الشعار، مهم معنى انه ضدي، هذا ماده يلعبون عليها. المعنى وش هو؟ المعنى ماده يلعب عليها الشاعرين. نعم. اي معنى كان، ماده شعريه يلعب عليها الشاعرين، محور حديث. هل لدى سفر الدغيلبي فكره جديده لتطوير شعر المحاوره غير الدف؟ يمكن الله يجيب خير. موفق الخير ان شاء الله يا ابو سعد، كل الشكر والتقدير لك، شاعر القدير والكبير. بقول لك كلمه والله ما هو علشان محمد يسمعني. تفضل. محمد فيه ميزه في شخصي انا اتحدث عنها. سم. تعنيني انا محمد اليوم اني حضرت انا وياه، احنا نصير اثنين عتبان واثنين اجناب، تشكيلة الحفلات اكثرها كذا. نعم. وحنا كلبون اخوان وقبائل اخوان، لكن هذا تشكيلة المحاورة. محمد اليسار انه على يمناي، ما عاد حسبت ما حسبت حساب احد. هذا محمد على يمناي، محمد يعرف اللي في خاطري
ولا جامعي في الرباعية، هل عتيبي اللي معي صار محمد العازمي ولا مثاله؟ لكن محمد خص. هذا تلويح بانه يا اصحاب الحفلات اذا دعيتون ادعوني انا محمد وبكون رباعيه وبشرو بطرق قوي. والله نودي كل رباعيه محمد فيها. الله يطول عمرك يا ابو سعد. كل التوفيق. دعونا وما دعونا. كل الشكر والتقدير لك الشاعر الكبير والقدير سفر الدغيلبي، شكرا جزيلا لك يا ابو سعد. الله يطول عمرك، مرحبا. تمس على خير.